السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم درس تاني اللي هو عباره على رموز. كما راكم تشوفوا كيفاش نقرب رموز في الباترون تاع الكروشي. في الدرس الاول واش قرينا؟ تعلمنا كيفاش نديروا العقده، كيفاش نديروا السلسله، والرمز تاع هاد السلسله اللي هو هادي. فوالا، هذا الرمز تاع السلسله. نعاودها لكم كيفاش نستعملوها. يلا ماما تاعكم في الدرس الاول، نعاودها اللي يدخلوا جدد نرحب بهم. بسم الله، ندور الخيط تاعنا هكا ونجبد، ندور الخيط تاعنا هكا ونجبد. هذه نصيبوها بزاف في المجلات، نستعملوها بزاف في هذه الغرزه، هي الاولى، هي الاساس. وتاني حاجه المنزلقه، زعما راني حابه ندير لاغوندي تاعي، كيفاش نخدمها؟ مايكولي، شوفوا مليح. نطلق هاد الخيط هكا، ليكوي تاعي ندخلها داخل العينه كيما راكم تشوفوا. زين، نجبد، غادي يجينيكم. نجبدو هكا، ندور الخيط ونجبد ونخرج. هذه نقول لها المنزلقة، ماي كولي، فوالا على شكل الدائرة تاعنا. نعاودها لكم، الو، نحكمو هذه هكا، نسكوها في اللولة كما راكم تشوفوا هكا في العينة هذه اللولانية. نخرجو ليكوي تاعنا الكروشي هكا، وندور الخيط على الكروشي ونجبد. فوالا، انا غلقنا دائره تاعنا. غادي نستعملها بزاف لي نابخون هاد الدائره، سواء كي نخدمو صبيبطات. والرمز تاعها اللي هو هادي، تجي مغلوقه. بون، الاولانيه قريناه سلسله تجي محلوله كيما راكم تشوفوا، ومنزلقه مايكولي دي مغلوقه. دوكا نروحو دمي بغيد، نص عمود، اللي هي هذا هو الرمز تاعها، يجي جوغ حرف تي، شرطه فيها حرف تي. نبداو بسم الله، نحلو الخيط تاعنا هكا، بسم الله، نحكمو هكا. نديرو نص عمود، كيفاش نديرو؟ طلعنا بزوج عوينات، عامين، ندورو الخيط تاعنا على الكروشي، ندخلها في التالتة، ونجبد الخيط، باسكو هدا صوت شي صعيب، هكا، واش تحصلنا؟ رفزنا تلاتة، شحال كاين هنايا؟ كاين تلاتة. نعاود ندور هكا الخيط على الكروشي ونجبد. هذه كيفاش نقولوا لها؟ نص عمود، دمي بغيد. نعاودها لكم، ندور الخيط تاعي هكا، ندخلها في الثالثه، العينه الثالثه، ونجبد الفيل تاعي هكا، ونجبد غير بشويه، ندور الخيط ونجبد. فوالا، جبت تكون فهمتوني. هذه نص عمود، دمي بغيد، الرمز تاعها اللي هو هذا تي، شرطة واحدة تي. نعاود لكم مرة واحدة، نجبدهم كامل مع بعض. فوالا، دوكا وين نروحو؟ بغيد، نستعملوه بزاف، عمود بيلفة،
الرمز تاعو شوفي كيما هذا كيما دمي بغيد فيه ان تي شرطه واحده وبغيد فيه شرطه واحده والشرطه في الوسط كيما راكم تشوفوا تلاحظوا شوفوا البلد فيها شرطه في الوسط كيفاش نخدمه ندورو خيط تاعنا ندخلوها في العينة ونجبد الخيط تاعي نجبدو كيما راكم تشوفو شوفو واش تحصلت على تلاتة زيد ندور هاك نجبد زوج نعاود ندور ونزيد نجبد زوج فهمتوني البنات مش كيما اللي درنا في دومي بغيدة دومي بغيدة جبدناها ضربة وحدة نعاودها لكم طول الخيط تاعي نجبد الخيط هكا وان تحصلت على ثلاثة كما راكم تشوفوا نزيد ندور الخيط تاع الكروشي نطلق زوج نخلي زوج في الكروشي ونزيد ندور الخيط ونطلق زوج شوفوا راكم تلاحظوا هامي يدمي بغيت لي بغيت نعاود لكم مره دبروا خيط هكا 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 فوالا راكم تلاحظوا البنات الغزه تاعنا راهي تطلع دمي بغيت بغيت دركا عندنا